بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أحبتي في الله، إنها أعظم فرصة في حياتكم، إنها صفحة جديدة مع الله، إنها أفضل أيام الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. انظر كيف يتعجب الصحابة حتى قالوا: ولا الجهاد؟ إنها فرصة عظيمة لبدء صفحة جديدة مع الله، فرصة لكسب حسنات لا حصر لها تعوض ما فات من الذنوب، فرصة لكسب حسنات تعادل من أنفق كل ماله وحياته وروحه في الجهاد، فرصة لتجديد الشحن الإيماني في قلبك. ماذا أعددت لهذه العشر؟ وماذا ستصنع؟ سأقول لك عدة أمور تفعلها في هذه العشر، لن أعرضها عليك عرضا، وإنما أفرضها عليك فرضا لتكون من الفائزين. اعتبرها صفقة تجارية رابحة بإذن الله تعالى تنجيك من كل شيء، تنجيك في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ افعلها كلها ولو هذه المرة الواحدة في حياتك. وهذه الصفقة عبارة عن عدة مشاريع. المشروع الأول: ختم القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لا بد من ختمة كاملة في هذه العشر على الأقل وأنت تتلو القرآن. أنزل آياته على قلبك دواء، افحث عن دواء لقلبك في القرآن، فتأمل كل آية، وتأمل كل كلمة، وتأمل كل حرف. ولكي نختم القرآن في هذه العشر، عليك قراءة ثلاثة أجزاء يوميا. أعلم أن الأمر قد يكون صعبا بالنسبة لك، ولكن أبشرك أن هذه الأجزاء يوميا على حساب الحرف الواحد بعشرة حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. هذه الأجزاء الثلاث يوميا على حساب الحرف بعشر حسنات يعادل نصف مليون حسنة يوميا، فسبحان الله، نصف مليون حسنة مكسب يومي صافي من القرآن فقط. والمفاجأة أن الحسنة تتضاعف في هذه العشر. أما المشروع الثاني: وليمة لكل صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. والنزل هو الضيافة والوليمة التي تعد للضيف. اسمعني جيدا، لأعطيك مشروع الوليمة: أن تخرج من بيتك قبل الآذان بخمس دقائق فقط، وذلك بعد أن تتوضأ في بيتك، ثم تخرج إلى المسجد وتترك الآذان وتردد الآذان هناك، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة، ثم تجلس تدعو الله، لأن الدعاء لا يرد
بين الآذان والإقامة. وما أحلاك لو اصطفاك ربك واجتباك ودمعت عيناك ثم صليت في الصف الأول على يمين الإمام وقرت عينك بتلك الصلاة، فجلست قرير العين تستغفر الله وتشكره وتذكره. إذا فعلت ذلك فإليك الثمرات، ثواب تساقط ذنوبك أثناء الوضوء. كل خطوة للمسجد ترفع درجة وتحط خطيئة، ثواب ترديد الآذان ومغفرة الذنوب، ثواب الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة فتنال شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه، ثواب انتظار الصلاة فكأنك في صلاة، ثواب تكبيرة الإحرام، صلاة الجماعة، الصف الأول، ميمنة الصلاة، ثواب أذكار الله وثواب المكث في المسجد. بالله عليكم أليست وليمة؟ بالله عليكم من يضيعها وهو يستطيعها ماذا نسميه؟ المشروع الثالث مشروع الذكر. أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأعظم هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهن الباقيات الصالحات. عود لسانك على كثرة الذكر في هذه العشر وأنت في طريقك للعمل أو في أي مكان، وأنت مستلق على السرير، وأنت جالس، وأنت تسير في البيت، في الشارع، عود لسانك على الذكر في كل مكان وفي كل وقت. المشروع الرابع الصيام. حاول أن تصوم من أول يوم في ذي الحجة إلى اليوم التاسع وهو يوم عرفة، وإذا لم تستطع صوم التسعة أيام فإياك ألا تصوم يوم التاسع أي يوم عرفة، هو يكفر السنة التي قبله والسنة التي تليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المشروع الخامس الحج والعمرة. أعلم أننا جميعا نتمنى الذهاب للحج أو العمرة، ولكن كثير لا يستطيعون ذلك، ولهذا إذا أردت حجة وعمرة ففعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وفي هذه الجلسة تلاوة قرآن وأذكار الصباح وتجديد التوبة والدعاء في خفاء وطلب العفو من الله. المشروع السادس يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. إذن احسبها معي، صيام 12 ساعة يساوي مغفرة 24 شهر، واليوم 24 ساعة، فيكون كل ساعة في اليوم تعادل مغفرة شهر. هل هناك عاقل يضيع دقيقة واحدة في هذا اليوم؟ وأخيرا لتكمل هذه الصفقة بإذن الله تعالى وتكون رابحة، فإليكم آخر مشروع وهو العيد. يوم العيد هو أفضل أيام السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ابدأ يومك بصلاة العيد، وكن بشوش الوجه وصافح كل من تجده في طريقك، صل الأرحام في هذا اليوم، لا تنسى الأضحية، وإذا كنت تقول إنها غالية اشترك أنت وأصحابك في أضحية على حسب الإمكانيات المادية. وبعد كل هذه الفرص التي ذكرتها لكم لا أظن أن أحدا سيعتذر لي ويقول أنه مشغول ولن يستطيع. لا تضيع دقيقة واحدة من أغلى كنز المؤمن في أفضل أيام الله، لا تضيع دقيقة واحدة من أغلى كنز المؤمن في أفضل أيام الله.
حاول على قدر المستطاع أن تفعل بهذه النصائح الثمينة وبهذه المشاريع الغالية قدر المستطاع، وإن لم تستطع فحاول أن تفعل منها ما أقدرك الله عليه، ولكن حاول أن تجتهد في هذه الأيام العشر فإنها أفضل أيام الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.